لا تمر دقيقة هنا دون أن يكون لصوت المدفعية حضور يشق سكون اللحظة. طلقات وطلقات أخرى مضادة لها، هي إذن ذاتها مشاهد القتال المتكررة التي أصبحت تملأ صباحات مدينة تعز، لتعبر بوضوح عن مدى احتدام الاشتباكات في مختلف جبهات القتال عامة وجبهة الزنوج على وجه الخصوص. المقاومة وبحسب تصريحات بعض مقاتليها ما تزال في موقف الدفاع والرد على مصادر النيران القادمة من أماكن تمركز الميليشيا التي تبحث عن التقدم ولو بالحد الأدنى لاستعادة السيطرة على حي الزنوج. وفي الجهة الأخرى من المحافظة ارتفعت وتيرة الاشتباكات بين الميليشيا والمقاومة في الوازعية في تجدد آخر لخروقات الميليشيا لاتفاق وقف إطلاق النار. قرى بلعان بعزلة الأقروض هي الأخرى لم تسلم من القصف المتكرر، ولا تزال المصادر في الميدان تؤكد أن الميليشيا تقصف بشكل عنيف وبمختلف الأسلحة على كل منطقة لم تجد فيها موضع قدم، ليصبح صوت القذائف هو الثابت الوحيد في المعادلة التي فرضت نتائجها قبل أن تبدأ حتى. إذن لا يزال العنف هو الطريق الأوحد الذي اختارته الميليشيا منذ بداية حربها على محافظة تعز، ولا تزال طرق السلام خالية في انتظار من يمر عليها.